دكتوره شيرين مسعد، مدير اداره العلاج الحر في مديريه الصحه في محافظه المنوفيه. اهلا بحضرتك. قولي لنا بقى، النهارده مشاركه مديريه الصحه في الانتخابات الرئاسيه، دوركم ايه النهارده في الانتخابات الرئاسيه؟ طبعا احنا بتعليمات من معالي المحافظ المنوفيه سياده اللواء ابراهيم الليمون والدكتوره رشا خضر وكيل وزاره الصحه بالمنوفيه. احنا طبعا نزلنا كل الفرق الخاصه بتامين العمليه الانتخابيه في كل اللجان الانتخابيه على مستوى المحافظه، الموجوده جوه اللجان او بره اللجان للتامين الطبي. كمان عربيات الاسعاف على موجوده ومستعده دايما لحدوث اي مشكله او اي حاجه تعوق عمليه الانتخابات، موجوده قدام المقر الانتخابيه وعلى موجة الاستعداد. كمان نزلت قوافل طبيه ومجانيه وفي ادويه مجانيه قدام اللجان، معظم اللجان اللي موجوده على مستوى المحافظه. امبارح اليوم الاول تم رصد اي مخالفات او اي حاجه، يعني اي شكاوى صحيه؟ لا الحمد لله مر بخير، وان شاء الله اليوم الثاني والثالث يمر بخير وسلام. وانا بوجه كل الناس انها تنزل وتقول، يعني تقوم بعمليه الاستحقاق الرئاسي الانتخابي الدستوري على اكمل وجه، لانه مصر بلدنا محتاجانا واحنا دايما في ضوء بلدنا. شكرا دكتوره شيرين.